وعليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. اليوم راح أخذكم بتغطية جميلة ومميزة في عبق الماضي ولكن في الحاضر، اللي راح أعرفكم فيه على زوايا جميلة من زمان أول والحياة البسيطة والجميلة. أهم شيء أننا اليوم لابسة مخور، كندورة مخورة، لابسة مخور، فتابعونا وراح تستمتعوا إن شاء الله. وجهتي الحين إن شاء الله راح تكون لأحد المناطق الجبلية القديمة واللي كانت يوم من الأيام سكن لبعض الأهالي والقبائل في الطويين، لكن أنا راح أروح لمنطقة تسمى بمنطقة الحاير، منطقة جبلية قديمة. تابعونا. بعد وصلت منطقة الحاير، طبعا تتريان الزهبة، زهبة العروسة وأمهاتنا الله يعطيهم الصحة والعافية. طبعا الوالده قاعده تخض اللبن. عاد بنراويكم اليوم اجواء حلوه. هذا اللبن يخض في السقاع، نحط اللبن في السقاع ونخضه، بعدين ايام تطلع منه دهان. هاي عاد الحين بعد ما خضوا اللبن صبوه بالقدر وطلعوا الزبده، هذا الزبده طلعوها من اللبن، بعد ما خضوا اللبن تطلع الزبده، هم يسموها ادهانه، عاد هو نفس اللي يسوي منه سمن البلاد، فشي فصلوه وحطوه. طبعا بعد ما انخضوا انفصل اصلا بروحه، يدوب شلوه شخلوه وطلعوه. التصحيح بس هذا لبن ما حليب، ترى انا قاعده اقول حليب وحليب، هذا لبن بعد ما سوى لبن وانخض وانفصلت الزبده، الحين قاعدين يسووه سامي. هذا الحين انا عند ام سعيد، يعطيك العافيه ام سعيد. ماشي طبعا، عاد احنا طابين عليها، عندهم عرس واحتفال وزهبه، قلت لا اراويكم اللي عندهم. طبعا احنا موجودين في الحاير، والحرمات يطبخن ويسوون اوكي، وحده من صوب وما مقصرات الحمد لله. الله يعطيكم الصحه والعافيه يا رب العالمين. احنا الاول يعني يوم الزهبه غير، هاي فوالت اول نقرب الحرمات يتقهويان، يوم يتقهويان ينتقلن لين الزهبه. يعني الحريم يتفولوا اول عقب يصيروا يشوفوا الزهبه اللي هناك موجوده. ان شاء الله راح نعيشكم الاجواء. الحين انا جاي اشوف الزهبه، وطبعا هذا الطريقه الاوليه وبالطريقه البدايه. على فكره ترى عندهم عرس حقيقي مش انه تمثيل، فعندهم هذه الزهبة حقيقية، هذا ترى كله رياليتي حقيقي، يعني مش تمثيل يا عرب للعلم. طبعا هم ما شاء الله في الطويين الله يعطيهم الصحة والعافية، ما زالوا بعض الأهالي محافظين على العادات الأولية ويحبوا يسووا الأعراس القديمة. فطبعا أم سعيد الحين أنت ياسن تراوي الزهبة. أراوي نعم الزهبة ما شاء الله. طبعا لأن أشوف الحريم يسفن واللي يسوي التلي واللي قاعدة تخيط ويسوون اسفافه ويتساعد، يعني نساعد على كل شيء، والعروس يعني كل حد يسوي شيء، كل حد يجيب شيء للمعرس. ما شاء الله. حد يسوي زهبه، شافوا زهبه العروس وشافن كل شيء. زين ام سعيد انا عاد الف هذا كله واشلي واروح البيت؟ والله يهداك حبيبي. شوف ام سعيد لابسه برقع، ام سعيد هذا برقع صراحه جميل. شوف المعلومه، طبعا قالوا اول ما تطلع العروسه يلبسوها هذا البرقع عسبة تكون يوم العرس جميله، فيغطوا وجهها بالبرقع العريض اللي من شو مسواه ام سعيد؟ من النيل. من النيل. وطبعا للعلم ترى ام سعيد وقايه النيل اصولها ترى حبسيه، ترى انا هسه طالعها اقول هذا نفس الحبوس نفس الشحوح، فكانت تقول انا اصلا امي حبسية. فشوفوا ما شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية. وهنا طبعا قاعدين يخيطوا التلي، أول ما كانت في مكاين وما كان في شيء، فكان ركبنا التلي وبعدين خطرنا، كان دورة أول شيء ركبنا التلي وبعدين خطرنا. شفتوا أول مركبين التلي هذا، من التلي هذا مثل ما ذكرت المعلومة، هم شو يسووا هذا التلي؟ يخيطوا على الخامة قبل، لكن يخيطوه مثل ما قلتي أم راشد يوم العرس، هي يخيطوا على أساس المقاسات، يخيطوا للعروسة نفس الوقت، يعني الحريم يوم يراوي الزهبة نفس الوقت هي تكون الحرمة اللي ياسة تخيط، تكون ماخذة مقاسات العروسة وتقعد نفس الوقت تخيطها، صح؟ شفتوا؟
فهذا هو التلي، وطبعا هذا اللي يسووه على الكجوجة، ها على الكجوجة، وبنفس الوقت بعد يقعدوا الحريم يخيطوا البراقع، البراقع. وبعد شو أم سعيد يسوي نفس الوقت يجهزوه؟ يسوون ثوب، يخيطن ثوب الزعفران والعطر، الزعفران نعم والعطر، يدقن زعفران ويدق، ويسوون ورس. هذا كله وقت الزهبة. ايه وقت الزهبة يسوون ورس يسبغن لنا العروس، العروسة يسبغن العروس والمعرس. ما بتصبغون زين أم سعيد؟ ما بتصبغوني؟ أنا بتصبغ اليوم، صبغوني بصبغوني بردوني عروسة. ها تجهيزات الغداء مثل ما تعرفوا، هذا لحم وزين جاي بعد، وهذا الحين العيش الأبيض. أم سعيد الله يعطيها الصحة والعافية والحريم، وزين مضباه بعد يتوحم ويبوا ياكلوا بالعرس خبزة مضباه. ما شاء الله الحرارة من الآخر، أنا أحس إني قاعدة أنطبخ ويا الخبزة. يعطيك العافية أم سعيد. طبعا حريم حولها الله يعطيهم الصحة والعافية. عاد بس بطلع نعلهم، نعلهم عسبة ما حد يزعل، أهم شيء نعلهم. اللي يختار اللي يبي أي ماركة، ترى كل الماركات موجودات. هذا الخبزة اليوم من الآخر. عاد طلعت المضباة اليوم، هذه الخبزة ها ما شاء الله، شوفوا كيف ينصبوها. يعطيكم الصحة والعافية. عاد الحين يسووا عليها سمن. شوفوا هذه طريقة شل المضباه. الله يعطيهم الصحة والعافية. كفو عليكم. الله يعطيهم الصحة والعافية. يعافيش يعافيش. ها شوفوا كيف ينصبوها. بعد نصب الحليب داخلي سنوج. حليب في سنوت. هذه عاد مضبات اول، هذه فوالة اول ايام العروس وايام المناسبات. طبعا تقدم مع الحليب اللبن والمضباة والتمر والجامي. الطريقة تقدم تحطها على السرود.